السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحبائي الصغار؟ اليوم سنتعرف على أشكال حرف الواو، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. حرف الواو يا أحبائي الصغار يأتي في أول الكلمة دائما بهذا الشكل، كما في كلمة وجه وجه. أما في مصدر الكلمة فهو يأتي بهذا الشكل حينما يسبق الحروف الألف والواو والدال والذال والراء والزاي، كما في كلمة طاووس طاووس. ويأتي حرف الواو في وسط الكلمة متصل مع باقي الحروف، كما في كلمة موز. أما في آخر الكلمة فيأتي إما متصل أو منفصل، منفصل كما في كلمة جرو، ومتصل كما في كلمة دلو. كلمات حرف الواو في أول الكلمة. ولد، ورقة ورقة، وردة وردة، وسادة وعاء وعاء. كلمات حرف الواو في وسط الكلمة. دواء دواء، لوز موز موز، ضوء ضوء، طاووس طاووس. كلمات حرف الواو في آخر الكلمة. دلو دلو، جرو جرو. وقت النشاط، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. هيا يا صغار نكمل الحرف الناقص في الكلمة. ثوب ثوب، ما شاء الله أحسنتم. هيا نتابع يا أصدقائي ونكمل الحرف الناقص. هواء هواء، أحسنتم أنتم ماهرون. هيا نتابع. وحيد القرن وحيد القرن، بارك الله فيكم. ماذا تعلمنا اليوم يا أصدقائي؟ تعلمنا كلمات حرف الواو في أول ووسط وآخر الكلمة. بارك الله فيكم يا أحبائي، أراكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.